الله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الدرس 13 من كتاب المقدمة الأجرومية في علم النحو وفي القواعد العربية للشيخ محمد ابن داود السنهاجي رحمه الله تعالى. وللنسب 5 علامات: الفضحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. 10 كي صدحية طبنات طبانية صدحات. كتابك المقدمة الأجرومية في علم النحو وفي القواعد العربية، وألف الشيخ محمد بن داود السناجي رحمه الله تعالى. وحكم الله ورا يا عشر كصدحية طبنا مركان كصو بحني حوله رفع أيو شيخ وهل كان وحكم الله بايا نصب يحوله هذه وللنسب نصب وحاوسنا ذي كردك 5 علامات على مينوشن الفضحة كردك يو الألف ألف يو الكسرة هصرك يو الياء ياء يو حذف النون نون قينت. وللنسب كردك وحاوسنا ذي 5 علامات على مينوشن الفضحة كردك يو الألف ألف يو الكسرة واصلك يو الياء ياء يو حذف النون نون قينت. نصب شن علامة إله شن تاس الفضحة أيا أصلا ويدو كردقي بهيستا أفرت كلاوة ألف يا كسرة يا ياء يا حذف النون وحي نائب كيهين فضحة. نصب مركز شن علامة إليه شن تا علامة وحاوي الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون شن تا وحا أصل فضحة. أفر تكرنا وألف يا كسرة يا ياء يا حذف النون وحي نائب كيهين فضحة. سألتك وبتاعه مسألة الله اللغة العربية واسعة بلادن وين وحكا سو كردية اللغة العربية شانتا ميد كميدو كو كردية اللغة العربية واسعة بلادن وين عملاقة وحكا سو كردية اللغة العربية وحكا سو كردية شانتا ميد كميدو كو كردية وحكا سو كردية ولا إعرابي اللغة العربية شان تعمد كم يدو كوكر دينه إنه فضحة كوكر دينه هي فضحة مظاهرها النقطة المقدرة إنه ألف كوكر دينه هي إنه كسرة كوكر دينه هي إنه ياء كوكر دينه هي إنه حذف النون كوكر دينه هذه شان تعلقوا ما كور دينا لها شكل الآن أظن شكلن هذه لو نوع ما كور دين فضحة ما كور دينا له ألف كما كردي كسرة كما كردي يا كما كردي حذف النون كما كردي شيء لا إعراب أيون شن تأكو كردي نين مجرى له أو لغة عربية دول لغة عربية هالها شن تأمد كم يدو كو كردي نين قاعدة مهمة وين هذا يسوى وح كسر لغة عربية كردي عن شن تأمد كم يدا أيو كو كردي نين شن تأمكويني ما كردي نده أظن شكل نين ما كردي نا. وللناس بالنسبة وحاوسنا ذي كردي 5 علامات على مبين وشنا الفضحة كردي يو الألف ألف يو الكسرة واصلك يو الياء ياء يو حذف النون نون تقوينتي. وللناس بكردي وحاوسنا ذي 5 علامات على مبين وشنا الفضحة وحاوسنا تيد الفضحة وهي بدل كتها 5 يو الألف والي أفرتن كدن بيانا الفضحة ذو يكعد فيه الفضحة تباو سقنا ذي
وللنصب كردك وحاو سقناضي خمس علامات على مبين وشنا الفضحة كردك باو سقناضي إيو الألف وألف إيو الكسرة وصلك إيو الياء ياء إيو حذف النون النون تقوين تيد فأما الفضحة فضحة فتكون وحيهاني هي فضحة علامات علامي للنصب كردك وهاني فتكون وحيهاني هي فضحة علامات علامي أهاني للنصب كردك بي وهاني في ثلاثة مواضع بوصص وصدح النحو صدح بوص في الاسم اسمي المفرد يا مفردك اسم مفرد واد برات انت بابك اللي وجر باب معرفة علامات الإعراب وها اسم مفرد اللي ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من أسماء الخمسة في الاسم اسمي المفرد يا مفردك مارك اسمي مفردك هل روح وتصي أم هل شيء روح مذكر هالنقض سيدة جاء هذا عامل نصبا رأيت زيدا رأيت محمدا رأيت عليا أما واحد مرة هالنقض رأيت فاطمة رأيت عائشة رأيت زينب أما جمادات هالنقض جمادات رأيت جبلا بوربان أركب بالباء يا رأيت جملا أوربان أركب مرتي بالميم رأيت حجرا أغحبان أركب هل شيء واحد سنة مبالرة وحاما هنغض النولة أما وحا النولة هنا حتى جمادات وحا مذكر هنغض أما مؤنث هنغض منصرف هنغض منصرف ونوي ما دونا ووحي التويني هوصلك أقبله أما ما لا ينصرف النقض رأيت أحمد يرأيت زيدا لوضع كردي في الاسم اسمي المفرد يا مفرد كها أما إعرابك ظاهر النقض أم مقدر لا فرق وجمع تكسير ججم تجمع تكسير من كان صبر النقض هو ما تغير فيه بناء مفردي مفردي سد اسمي سوى دور صومي ججب قال ججب والفعل وفي الفعل فعل كي المضارع مضارعة إذا دخل دوغل عليه فعل كان مضارع ناسي مذكر ولم يتصلوا صلاحي سن بآخر آخر كيس شيء وحبا والذي آخر كيسين الله حير السلام والله والشيء وحمي بن كردغا محمد بن كدي كر والله وش ونون توكيد نون نسو نون الإناث نوالية إيه وحي إعراب كي سدورية أو هرة أرجو عيد أن ولم يتصل بآخره شيء مما يوجب بناءه أو ينقل إعرابه وحبنيه سوى جبية ونون توكيد نون نسو باو الإعراب ودنبك كحينا كبحينا أو ينقل إعرابه وإعراب كي سرهرا وأفعال خمسه أفعال خمسة معربوية لكن فضح الله ما كرده فضح مركز صدح بوص بيدك تي صدح ده اسم مفرد جمع تكسير فعل مضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء صدح وحلو كرده بعده فضح هذا ظاهرة نقطة مقدرة لا فرق فرق مدح مرك فضحة ما يقبوص بي دكتالي فضحة وجوكتة في حالة النصب حديث صدح بوص بي دكتاه اسم مفرد جمع تكسير فعل مضار فعل مضار شرد بكحر إذا دخل عليه ناصب وأحكر لك وين وقال ولم يتصل بآخره شيء آخر كسر وحول الله حيسا اسم مفرد يا جمع التكسير يا فعل مضارع إذا دخل عليه ناس ولم يتصل بآخره شيء محل وكر لقابل فتح الله فتح ما يقبوس بيدك صدح بو صدح صدح المحل وكر لقابل فتح فتح هذه ما دعي
مروحه فضحه ما حي دكتي صدح رمبوس. اسم مفرد جمع تكسير فعل مضارع اذا دخل عليه ناس ولم يتصل باخره شيء. صدح رمبوس محل وكرنقا فضحه فضحه ذي ونعل نيذا بدكتي وحول هذه. فاما الفضحه فضحه ذي فتكون وحيان هي فضحه ذي علامه. فاما الفضحه فضحه ذي فتكون وحيان هي فضحه ذي علامه علامه للنصب كرنق وهان في ثلاثه مواضع. صدح بوس في الاسم اسمي المفرد مفردك وجمع تكسير ججم تجمع والفعل فعلك المضارع مضارع اذا دخل دوقل عليه فعلك مضارع ناصب مذكرنك ولم يتصل صلاحيسا باخر اخر كيس شيء احبا شيء جديد الله حي الصدر وحاول وحم ابن كدقة ونور التوكيد ينون نسو يا وحي عناب كي سيرها وماشا نم بكرر وافعال خمس افعال خمس ومعربة لكن فتح الله ما كردقة حذف النون بلو كر يا نون تولى حذف ويا فتح ما يقبوس بيدك تالوني وحالة النسبة جوك تصدح بوس ماده اسم مفرد جمع تكسير فعل مضار اذا دخل عليه ناصب ولم يتصل باخره شيء. صدح رام بوس محل وكر نقابل واسم مفرد جمع تكسير فعل مضار اذا دخل عليه ناصب ولم يتصل باخره شيء. صدح رام بوس محل وكر نقابل كيلو نعم حد دايس محل وكر نقابل فتحه. صدح رام بوس يا دقي فتحه. صدح رام بوس يا وكر نقابل فتحه. مثال الذي يمرك وحنا واحد يعراك اسم مفرد فضحة صدح بوس بيدكتان وحالة النسبة جوك اسم مفرد كو جمع تكسير لو فعل مضارع إذا دخل عليه ناصبون ولم يتصل بآخر شيء. اسم مفرد وحنا هنا لو نوع مثال كإمانيس اسم مفرد فتحته ظاهرة بالفضحة الظاهرة إيه اسم مفرد فضحة مقدرة اسم مفرد فضحة كم مقنس كرنيكو كم مقنع إيا اسم مفرد فضحة لغو قدر كرنيكا لغو قدر مركا في الاسم مفرد لا صبح جوني ولا صبح في الاسم مفرد لو النوع مثالا كيمان بعد اسم مفرد او اعرابكو كم مقنع فضحة كم مقنس نحو رأيت زيدا رأيت زيدا زيد بان عركي رأيت زيدا رأيت فعل وفاعل بعده يلا انت رأيت يا ضربت كدر يا لقيت وعدت دونا هذا وهذا رأيت فعل وفاعل وفعل واركتدي يا فاعلك وكي اركي رأي انت كنت جوكت وفعلك تاضر وفاعلك رأيت فعل وفاعل زيدا محل شاهد كوي بيت القصيدة هو محل مراد كوي مربط الفرس كوي وعرفت الله ربو هدفك يجدد رأيت فعل وفاعل زيدا مفعول به منصوب وعلامة نسيه فضحة ظاهرة في آخره. رأيت أحمد رأيت أحمد ما لا ينصرف كيو أكالك مركي لجوه وحولا يسمى له أنا يسرفكو مركا حالة خفضة جوه نو نوحو ديدا ما لا يسرفكو واتموين يهوص لك كردق مديد وقدنا مديد. رأيت أحمد رأيت فعل وفاعل أحمد مفعول به منصوب علامة النسي فضحة ظاهرة في آخر. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس الواو حرف عطف وهو هذوك عصبنا أما أتكبغضو إن الدنبي أما خلط قش الواو بحسب ما قبله بعده وهو حكور لي رفيرنين بس أخلط ما أدق وذي أشياء مركة قارك قرت آذو قلي حاجة وحينا مركة أوشو وحوغا اسكو ألقت
ودي وليس حجين وضيع شير موقت وحاسا إنه كله نقوم لي دفاع ولا كل كلمة وهذا بين هالشيء وحاشيك تنه وايم ما قرأ ورأيت الناس الواو بحسب ما قبله بعده ورأيت الواو بحسب ما قبله رأيت فعل وفاعل الناس ومحل شاهد ومحل المراد وبيت القصيد مربض الفرس الناس مفعول به منصوب وعلامة نسبه فضعة ظاهرة في آخر نوع اللواد مثال كإيمان وفتحة مقدرة فتحة مقدرة محاده رأيت موسى رأيت عيسى رأيت الفتى واسمي المقصورة صبر رأيت موسى رأيت فعل وفاعل موسى مفعول به منصوب وعلامة نسبه فضعة مقدرة على الآليف منع من ذوري التعذر رأيت الفتى رأيت فعل وفاعل الفتى مفعول به منصوب وعلامة نسبه فضعة مقدرة على الآليف منع من ذوري التعذر رأيت الليلة كما دي الليلة رأيت فعل وفاعل الليلة مفعول به منصوب وعلامة النسي فتحة مقدرة على الآليف منع من ظهور التعذر تانا واد قلت اسم مفرد مركا لبنا مثال عكيم لبضع اسم حي اسم مفرد بالفتحة الظاهرة رأيت زيدا اسم مفرد بالفتحة المقدرة رأيت موسى رأيت عيسى رأيت ليلى رأيت الفتى مركو ياذا كبك أنا وعلمت مياده ما ياذا وحي كبك حالة النصبة هو موقنة سكجر رأيت القاضية والله رأيت القادمة وكوديجي ونصب قادم ونصب قادم يظهر عمريد وعلة الأسماء يا والي فنحو يغزو يغشى يهتدي مرك وحاول هدي حالة النسبة اللي جوغو مدك يأذى كبكو منقوسك فضحضوا كموقني ونصب قادم بها يظهر ونصب قادم يظهر ونصب قادم قادم نسبه سيظهر وموقني رأيت القاضية بعده مناسبة لكن ولا قدري رأيت غلامي كواد قدري سايسا رأيت فعل وفاعل حد الفعل رأي مبني على السكون الاتصال بضمير رفع المتعرض وتاو فاعل رأي مبني على الضم في محل رفع غلامي مفعول به منصوب وعلامة النسي فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة لأن الياء لا يناسب إلا كسر ما قبلها غلام مضاف ياء المتكلم مضاف إليه مبني على السكون في محل جر وي اسم مفرد محاكيم لبن نوع مثال فتحة ظاهرة هي فتحة مقدرة فتحة ظاهرة سيدي رأيت زيدا ورأيت الناس رأيت عليا رأيت محمدا رأيت جبلا رأيت الكتاب هي فتحة مقدرة رأيت الفتى رأيت موسى رأيت عيسى جمع تكسيرنا لبا نوع مثال إسقنا كيمان فضحة ظاهرة فضحة مقدرة فضحة ظاهرة رأيت الرجال رأيت الغلمان رأيت الأسود مقر فضحة مقدرة أنا رأيت الأسارى الأسارى كوي محابيستا حق اللغة بضم الهمزة بفتح الهمزة لوضع وكوي ما دائرة أسارى إيو أسارى كاركوذو لمن وحيدا وجمع جمع 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 وحيدا كوذا أسير وي مفرد أسير أسير جميع سوى أسراب
ما كان لنبي أن يكون له أسرى سمعين حتى يثخن في الأرض أسرى بالسي جمع أسارى جمع جمع بينه جمع وقار منتهى الجمع بالي لما سي جمعينك سيدا مواضعائي مساجدي ايش ودن بيسيقا مساجد وحسي جمعين كرم على وحال منتهى الجمع جمعي ماشا سقوئك خلاص وانا معك منتهى الجمع مساجد مفاتحة مصابيحة تماثيل كواس وحالو يغانا جمع وحال منتهى الجمع جمع ماشو كو انتهو ذي كل أما أما وحيلين عصير وهل روحه محبوس جمعي سو أسراب أسراب اللي سي جمعي أسارا جنات مارك رأيت الأسارة رأيت العذارة عذارة روا قبله هنا مضى رأيت الجرحى رقي داوع دلك داوع رأيت القتلى دلك لله وانا وحاوي جمع تكسير فضح مقدر مارك واي مدوى مثال بانك جمع تكسير وفضح الله رأيت الرجال رأيت فعل وفاعل الرجال مفعول به منصوب وعلامة النسي فضحة ظاهرة في آخر رأيت الغلمان الضوم ذيبان أركاء معروتي ويلش غلام لفظي أهان ويل كروالي غلام وحاكر لي أضوم مركي النبي إبراهيم لي إلهي فبشرناه بغلام حليم ويلك أمر حلمي قال الله قلت لما مر بغلام عليم ويل علمي بضان أضون ميوه ما هو ويل كيس مركا لفظي غلام الابن واكوي مادة العبد واكوي مادة بغلام أي مروحاوي عبد أضون مر بغلام أي بابن ويل ويل مرق وحدي رأيت الغلمان جمع غلام رأيت فعل يفاعل الغلمان مفعول به منصوب علامة النسي فضحة ظاهرة في آخر رأيت الأسود لباحيان أرك جمع أسد رأيت فعل يفاعل الأسود مفعول به منصوب علامة النسي فضحة ظاهرة في آخر فضحة مقدرة رأيت الرجال إنهم فضح ظاهر القات رأيت الغلمان فضح ظاهر القات رأيت الأسود فضح ظاهر فضح مقدر على قاره وهذا رأيت الأسارى أساري بعضو ديقا هل كان هكو ججم أسارى سيويني سراء ألف أكدن بيسين يا بعد إيه وحييني نوى ألف موسى أو موسى ده لكن أسارى ألف كتك فريا معلن كما فريق أنا لسليه موقت هذا لأنك وان حركو دكسي ويا هالنقن قصة واد قرأت وان حرنك كدكسي ويا هالنقن بريو هرق رح جوجين بأجرت هذا معلمين و واسكو جبسي وشا جبسي موقت هذا بريو هرق معلن كقر رح جوجين بأجري جرتو أقوان إنو إله وإلا سوء امتحامي جري مركز لوج يرجع علمين تقار وحين نوشة هدوس الصرف يا قوني لومت يرجع دكس القرآن مركز وحيد أهمد باليري وان حرجال وريا دكس ما قامك معلمتها كالبا وان حرنوه جالبا وياه كنا عكنا معاني كل دكس وياه وان حروا ولا كرا ان حر ان عرب لو كرا نو لو كرا يا بل يا ان حران الف كرا نو لو كرا معلن اسكا سو اسكا سو معلن كي وان حر كو دغسي واي با ماركا وان حر ان حمزه توسل با كو جير بوك ماركا سيدا صحدا معاو وان حر واول ان حر ان وان حر موك وابدا بهمز الوصل من فعل بضم ان كان ثالث من الفعل يضم واكسروا حال الكسر والفضح صبا حرف كسد على دو كردي غمزة إن الله أسرق ادفعي سو قرميس وانحر وإنحر
ama sida reer magaalka la isku jabsada wana harwan walo kare noo lagu re isku jabsaa leh taas sidaana macnay ahayd moogtaada taa waa isku jabs waad garatay macna marka midna muuseel sidii waddadii reer magaalka isku jabsana makii wana harwa walo kare an har an an a maala sii socda leh sii socda garatay marka qorax joojin baa jiri markuu qur-aanka u dhammeeyana ardayga la qorax joojin macalimiin kale alla wi qaalin baa la iska qaadahayaa amin duhur ah ardayga marka waxaa leeyahy suuratu lbaqara ama suurad bilow gow waa inuu akriyo ugafin markaasa le qaalintii waa waajibtay reerka waxaa leeyahy qaalinta bixi hal wuu dhaqaajin waay waxaa leeyay macalin qaalintii maada bislaysanin ku celi qur-aanka hadda halkan waxaa ugu dhameeyey soo dhiibso maa qorax joojin baa jiri jirtay macalimiintii hore ma sahlayn hawsha ardayga waa la qorax joojin marka qisay de sheegi jiray mid laa tadlimuuna walaa tudlamuuna ku ilmi waaye isagu garanta macna wa jamci taksiiri jejebinta jamceed marka waxaa wey jamcu taksiirna fadxa daahira fadxa muqadara fadxa daahira ra'aytu rijaala waad ka qaadtay fadxa muqadara ra'aytu lusaara ra'aytu ficil wafaaila lusaara mafcuulu bihi mansuub وعلامة النسب فضحة مقدرة على الأليف منع من ذورها التعذر رأيت العذارى لم رأيت الجرحى لم رأيت القتلى رأيت الجرحى رأيت فعل وفاعل الجرح مفعول به منصوب وعلامة النسب فضحة مقدرة على الأليف منع من ذورها التعذر والفعل فعل كي المضارع مضارع waa sadrina miya wa jamci taksiir ma ku celin wa jamci taksiiri jejebinta jamceed ha wixii sabaq lisaan igu baraarujiyay jamcu taksiirkana waxaa ka imaanaa fadxa daahira iyo fadxa muqadara fadxa daahira waa ra'aytu rijaala waa jamcu taksiirka ra'aytu lghilmaana ra'aytu lusuuda jamcu taksiirkii oo fadxa muqadara ana ra'aytu lusaara usaarey baana loo dhigaa jamcu taksiir oo fadxada lagu qadaraay waa alusaara ra'aytu lusaara ra'aytu ficil yafcila lusaara mafcuulu bihi mansuub waa jamcu casiir alusaara mafcuulu bihi mansuub calaamatu nasbi fadxatu muqadaratu cala alalifi manca min duuri atacadub jarxa iyo qatla iyakuna saasay jamc ku yihin waa jamcu jariixin iyo jamcu qatiilin waa jamc sidooday jamc ku yihin aljarxa kuwii dhaawacaa baan arkay wey ruuxii dhaawaca ma ah hal hadduu yahay jariixu nin iyo naag midku dooni ha noqo mima yastawi fiihi almudakaru waalmu'anathu baa leh waxyaalahay ku siman yihiin mudakarkii iyo mu'anath wasankanaa ka mid ee jariix faciil jariix nin dhaawaca hadii rajulun jariix naagtii imra'atun jariix jariixatun ma dhahays imra'atun jariix mima yastawi fiihi almudakaru waalmu'anathu baa leh jamacoodana waa jarxaa iyo qatlaa garat qatiil qatla ra'aytu aljarxa ra'aytu ficil yafac aljarxa mafcuul bihi mansuub calaamatu nasbi fadxatu muqadaratu cala alalif manac min duhriha atacadur iyo walficli ficilka almudaarici mudaarica idaa dakhala hadduu gala calayhi ficilka mudaari naasibun mid kordhig walam yatasil uusan la xidhiisanin biaakhiri aakhirkiisa shayin waxba waxaa la leeyahay yuusan la xidhiisanin waanuun towkiid iyo nuunu nisu labadaa mabni bay ka dhigi baabulicraab oo dhan bay ka bixi afcaalu khamsana yuusan noqoni afcaalu khamsa hadduu noqdo fadxa lagu kordhigi maayo ee xadfu nuun baa lagu kordhigi ficilkii mudaari isagana laba mithaal baa ka mid laba nooc laba noocoo mithaal laba mithaal laba mithaal basuuleeha lagama wado laba nooc mid fadxa daahira waa nooc mithaalo badan lan yadriba lan yaquuma lan yajlisa lan yafcala lan yafcala lan yak lan yakula lan yash shariba yashrab waa ficila yafcal lan yashraba cabi mahayo waayo marka nooca waa fadxa daahira iyo fadxa muqadara fadxa muqadara hal mar waay iska jir meesha meesha rag baa ku jajabay ficil mudaari oo xaalatu nasba jooga fadxadiisa muqadara waa hal mar muctal bilalif markuu yahay bas markuu alif ku buq wou markuu ku buko
فتح ظاهره لن ندعو وراك لن ندعو من دونه إله لقد قلنا إذا شضض واتقرنس لن يدعو نواده وعربي على لن يدعو يا مركو كبكانا سيدوك الوافضح ظاهر لن يرمي وهو كبك لن يغزو لن ندعو لن يدعو لن يصمو فتح ظاهر مركي يقول يا فتح مقدرة ما أنت وحلمة ومركو ألف كبك كلي معتل بالألف فقط ما قرأت هدو توحال ويريك فعل مضارع وحالة النسبة فتح مقدرة مركاساتي لن يدعو ما لقاي هنا ما يوحلوها فعل مضارع حالة النسبة ألف بس وكبك أنا كود عنك لن يدخل الجنة نبا أبي الشيخ بوأه لن إنا وحكر اكتمر كاسا نقاذي أبي بقى شيخ عن العالم رحمه الله تعالى أبي ودت ويهبين بوية روحية وركالة وصبعنا إنا أبي دا وركو دين وهي صار قرآن كاتقان عفين سورة البقرة باللوني ويلكي وحاكوسوا أدي وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصار وحاني وقالوا لن يدخل الجنة لا إله إلا الله ما هاي قرعوا إلى ما هذين بيدق نرباحوا دكتي قبت نو مركز وريا لن وح كردك تاريت لن وح قد حاجات كأنتي أنا وحي نحوي وح إما وبحسب لن هرت أنا وحي لقودي وهالس لن إنا وح الناس بيسابين كاسان وقادو يرت ما الباكو قرع صباح يا الله هول الوقت هذا قسقر الواحد شيء جدنا لأن هذا إسك شيخ والنقضي ومر لكن إسك يرد اللي يرى النقضي بأبي وعيوري أكال القرآن كعقرن أبينا معلم إداوي إسك يروري جدنا ويلك حاجة أبي إداوي القرآن كان واحد سين ويلك أريه لي من أكال وسبعنا الله سبعي والله أبيه ويلك قاضي مر مركي لو الله سبحانه ويلك دور جربي إده ما هي واسو نوبي لو مركي مدل وده دقي بعد نقد معلك أبي ويلك يقف فجيه كام فجنا هاي أكتر هذا سياحنا مركا صاح حسوس توي كتاب نمي فيرنك يتوسيو أنا واسياحنا مركي لو الله سبحانه جينا موقت هذا مركا واقصة نعوذ بالله المشهورة المهم مركا فعل مضارع oo isagana xaalatu nasba oo lagu dhaafad xa muqaddara wa hal mar baad leh wa marku mu'tal bil alif yakhsha ku alif ka dhraasanis ku alif ka kali yakhsha oo kala dhraasanis marka fiil mudari oo xaalatu nasba jooga fadhxa dhahirata ay lan yadriba soo qabahad lan harfu nafi wa nasb wa istiqbal yadriba فعل مضارع منصوب باللن وعلامة نسي فتحة ظاهرة في آخره فتحة مقدرة كامل وين ألف كبك بس الله لن يخشى لن يرضى لن يلقى كواسا ضبعان كواسا ضبعان لن يخشى لن حرف النفي والنصب واستقبال يخشى فعل مضارع منصوب باللن وعلامة نسي فتحة مقدرة على الألف منع من ظهور التعذر لن يرضى لن حرف النفي والنصب واستقبال يرضى فعل مضارع منصوب باللن وعلامة نسي فتحة مقدرة على الألف منع من ظهور التعذر والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم بالله تعالى